جاي تأييد لقرار السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي اللي كان عضو مجلس الشعب عشان نعمل تشريعات القانون وما يتحققه بالقانون. كان فين القانون لما المتهمين قبل يخرجوا؟ كان فين القانون لما مجلس الشعب اتزور؟ احنا عاوزين نعمل اقتصاد للبلد وتشريع للبلد. وبقول يا سيادة الرئيس انت هتحاسب على الانجازات، مالكش على مالناش دعوه نحط مين ونرد مين، هتتحاسب على النتائج والانجازات. مالكش الجماعه اللي بيسموا نفسهم معارضه، دول معارضه مؤتجره بتاخد فلوس مالهاش علاقه بالواقع، قاعده في التكييفات ومالهاش علاقه بالواقع. امثال سيد البدوي صاحب شركه الفياجره العالميه ومصطفى بكر المنافر والزند، الزند اللي جاب التزوير حصل منه اي خلافات مع المعارض وسبع شهور حصل كده في المعارضين اي خلافات؟ حصل اي خلافات بينكم ولا هم لوحدهم واحنا لوحدنا؟ احنا جايين لوجه الله، هم واخدين قبطين بدليل اللي ما عندهمش عزيمه ولا ايمان، قاعدين زي المخصومين على عمرهم. احنا جايين لوجه الله ودعم لقرار السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي.